يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوة الإيمان، أيها الصائمون والصائمات، يا من صمتم لله سبحانه وتعالى استجابة لأمر الله عز وجل وطاعة لله عز وجل، هذا الشهر شهر تنفيس الكرب ووقوف المسلم إلى جانب أخيه المسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. كان أجود ما يكون في رمضان، كان عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا كله في ميزان الحسنات. ومع السؤال الثامن من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابية جليلة نموذج البطولة والوفاء والصبر للمرأة المسلمة، شهدت القادسية مع أبنائها الأربعة ثم بلغها استشهاد أبنائها الأربعة في هذه المعركة، فقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا مقبلين لا مدبرين، أرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. فمن هي؟ رضي الله عنها ورحمها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد.